السلام عليكم ورحمه الله الاخوان. غادي نستأنفوا العمل ديالنا دابا 11 و25. قلنا من بعد جوج سوايع انتم هادشي هذا قصح على جوج سوايع كما ذكرنا. القبس كيقصح كيف فراغوا كنقولوا له حنايا سي فراغوا ليسون. هنايا بيبي 3 بيبي 1. يعني شنو غادي نعملوا دابا؟ غنشبروا هذا البلاستيك اللي عملناه قبيلاتي. علاش عملناه؟ باش ما ينفدناش من هاد التقابل هذا القرص ياك. غادي نزول هادشي هذا، غادي نحاولوا نزولوا هاد القرص هذا. لا غنحاولوا نزولوا هاد السكوتش هذا. علاش غادي نعمل دابا؟ انا غنوريكم غير هاد الجوج كيفاش غادي نعمل لهم. بغيت نعملو انا دابا حيت الدري غادي يجي الصباح، السيد خوص اللي مكلف بالفريق وكيعمل برودكسيون، حيت انا ما اجيش في الصباح، هو كيجي في 7 الصباح حيت انا التوقيت ديالي مبدل، فهمتيني؟ انا كنبدا حتى ل 10، يعني مع التصعود والمصعد كنجي هنا. غادي نسيبو هو هادو عملوهم في باش نعملو الباسيو، نعملو اللي قلنا حنايا نطيحو الشمع. ديك السيد اللي من تطوان وقيله سي يونس قال لي ودي خصك تورينا كيفاش كنطيحو الشمع ياك. هذا غنزوله واحد بواحد ياك. لا شي واحد السباتولا كذا تاع ديك كلها كاميرا كي ياك. السباتولا هذا بيبي 3. غادي نجيو من هنايا، غنجيو من هنايا غنزولو هذا. هنا هاد السباتولا هادي غادي نعملو سيدي بي، وغنعملو ثلاثتون. غنعملو بي، حنا كنعملو غير مرة وحده، بغيت نوريكم وصافي. بي 3 علاش كنعملو هنا؟ باش كنعرفو، فهمتيني؟ باش كنعرفو شني اللي عندنا، الشغل الناس اللي عندنا. اما الا كنتي كتخدم راسك وهذاك راك صافي، اولا في المثال كنتي غادي تفرغ واحد النهار البياس اللي فيهم الحجر والبياس اللي ما فيهمش الحجر، فهمتيني؟ هاد بي بي 3 كتعني بي بلاطا، والبي الثانيه ديال سيدي بيدرا هي الحجره ولا الحجر، وثلاثة على حسب اللي وريناكم في الصباح. ومن بعد كنجي وكنعمل ندوز عليه بشي طرف ديال الخرقه، كنعمل له هيدا هذا باش هاد اللي زايد ديال القبص كيتزال، حتى الماكينه ديالي ملي كتشوف ما كيبقاش هاد الغبره هادي داخل، الخدمه كتطلع الخدمه نقيه صافي. ها هو سيدي، ها هو كنظن محتاجش نحل هذا ياك صافي. مع دابا هذا محتاجش نحلو، نفس العملية اللي بغينا نحلو، هادشي ساهل. هذا سيدي هادشي ما كنعملوش انا الصراحة، الله ماشي ما كنعملوش، كنت كنعملو ولكن دابا كاينة الشغالات بزاف، وهذا عندي السيد خوسي هو اللي كيعمل هاد الخدمة اللي قلنا، لأن عندي بزاف ديال الشغالات، ولكن ماشي حتى مكاين حتى شي مشكل اليوم عملناه بين الإخوان. غنزولو هذا، حنا كنزولو هادشي هذا، وغدا غادي نوريكم علاش. لا بقالك شي حاجة ماشي مشكل، ولكن حنايا هنايا بحكم عندنا
طير ديالنا في وسط المدينة خصك تخدم دقي شوية. هادشي هذا ما خصوش يطلق لك الريحة، وهادشي غادي نطرقوا له غدا ان شاء الله. غنقول لكم علاش حنايا كنخوي الشمع بواحد الطريقة وما كنخويوش بطريقة واحدة اخرى. اذا بقى لك القبص حتى لهنايا خرج واحد شوية على السيلندر وما كاين حتى شي مشكل، غير هو اللي كاين كتضرب هذا كتضربو هيدا، ما خصوش القبص يخرج لك، خصك تضربو هيدا كتضربو هيدا. دابا حنا عندنا العبار كيخرج نيشا ما كيبقاش شايط لنا، ولكن في حالات ما اذا بقى لك شايط على برا بحال اللي ورينا بحال اللي ورانا السي البشر ديك النهار في السيلندر ديالو. السي البشر اخ ديالنا في الدار البيضاء موديليست وكيف فرق تبارك الله، حتى هو ديك النهار ورانا الدراري الله يكثر خيره، فهمتيني؟ كيبقى هيدا حيت هذا في الملي غنكونو حنا نخدمو غنفرقو غنفرقو هيدا، فهمتيني؟ هذا في الماكينه ديالنا غنحشيوه هيدا نعملو هيدا، وهنا غنكبو هنا غنكبو الميتال. ها هو سيدي هو. شنو قلنا هنايا بي بي واحد دون دي ستار بونسون هنايا 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 بسم الله دو لبشي تاع الراجل المهم ماشي مشكلة غندي بانو هاد بينسا مهرسة غندي بانيو بيها والسلام. قلنا بيبي واحد ها هو سيدي بيبي واحد، ها هو بي الأولى و بي الثانية و الواحد واحد الله هانا. ومن بعد ها شنو غنعملو له؟ ها هو ها هو ها هو كنزولو هاد هذا اللي بقى هذا. وهذا الشيء هذا اذا كنا في المثال غادي نفرغوا في الصحراء كاين الحراره ما كتنزلش الحراره على 40 درجه، فهو ما خلصناش نخليوه حتى نغدى، لان علاش خصنا اذا نشف القبص نشف مره راه باقي اوميدو باقي فيه شويه ديال باقي فاز واحد شويه ماشي مشكل الا كان باقي فازق واحد شويه، وخصو هو ضروري يبقى فازق واحد شويه حتى من هنا كنتسكسفو عليه من هنايا. هادي انا شفت الخدمه شحال هادي صافي لونطو في الدار البيضاء حتى شنو نذكروه، فهمتيني؟ واللي كانوا كيبانوا في الفيديو هذا حتى هذا خصو يكون مسكسف، ماشي القبص خارج لك من هنايا وهذا الشيء هذا موسخ. خصك حتى ملي تشوف السيلندرو هيدا نقي تعطيك القناع على الخدمه، ماشي هذا موسخ هذا موسخ القبص مهرق لك من هنايا هذا الشيء مكرفس، فهمتيني؟ لا خصو يكون هيدا نقي يا صاحبي هيدا باش كتعطيك القناع كتشوف السيلندرو كيعجبك. هانا هيدا هذه هي الخدمه ديال هيدا يكون نقيقي. والاخوان نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، جوج سيلندروس ملي غادي يجي خوسي غيكمل عليهم، وانا في الصباح ملي غادي نجي غندخل ان شاء الله بحول الله غادي نستأنف وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش كنعملوا كيفاش كنخوي الشمع اولا كيفاش كنطيحوا الشمع، فهمتيني؟ عاد غادي نتكلموا عليه قال فوق الفرجه وما عرفش اللي فهمتيني، ما كناش فوق الفرجه هذاك الشيء ماشي بروفيسيونال والخدمه ماشي هي هذه. حنا غادي نوريكم بواحد الطريقه ان شاء الله طريقه صحيحه ان شاء الله يا ربي، ونطلبوا من الله هذا الشيء يعجبكم وتقدروا تستغلوه في الاعمال ديالكم، ولا احتاجوا شي حاجه واحده اخرى ولا بقات شي نقطه غامضه قولوها لي ونرجعوا لديك النقطه ونتعمقوا فيها. وسيدي السلام عليكم ورحمه الله.